Now with our next talk, the rise of the Business Aligned Security Executive, with Mr. Mohammed Sadat, Head of Information Security at PAYM of Egypt. Please welcome on stage Mr. Mohammed. مساء الخير. أنا سعيد إن أنا موجود النهاردة معاكم، وسعيد إن الكونفرنس رجع يتعمل تاني أون سايت، وسعيد إن إحنا قدرنا نتقابل تاني مع بعض فيس تو فيس. مبدئيا كده قبل ما نبتدي، أنا عندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش. تحبوا نبتدي بأنهي خبر فيهم؟ أنا قلت كده برضه، هو الوحش. الخبر الوحش إن there is a disconnect ما بين السايبر سكيورتي والبزنس. ناخد بقى الخبر الحلو، ان احنا لو قدرنا نعمل alignment ما بين السايبر سكيورتي والبزنس that will make all the difference. هيبقى في benefits كتير على الناحيتين، ناحيه السايبر سكيورتي وناحيه البزنس. ازاي هنقدر نعمل alignment ده، ناخد البنفيتس دي؟ ده اللي هنعرفه في السيشن بتاعت النهارده. انا محمد سادات، هيد اوف سايبر سكيورتي ات باي موب، ودي السيشن بتاعت ذا رايز اوف بزنس الاين سكيورتي اكزيكتيف. هنبتدي الاول باور فيو. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، احنا عايشين في عصر الديجيتال بزنس. على قد ما الديجيتال بزنس ده حاجه مهمه جدا ومفيده جدا، بس الاوبريشن بتاعتها very complex and very dynamic. والانفراستراكشر بتاعتها fragment matrix of on prem, on cloud او hybrid ما بين الاثنين. والديجيتال بزنس ده بيتكون من data, mobile, application, internet of things, OT, IoT. الديجيتال بزنس بيبقى مطلوب منه ان هو يبروتكت كل الفرايتي اوف تكنولوجيز اللي احنا قلنا عليها، ان هي في نفس الوقت بتشكل المودرن اتاك سيرفيس. مع كل التقدم اللي حصل في السايبر سكيورتي مؤخرا والانفستمنت الكبيره اللي بنشوفها الاورجنايزيشنز بتعملها، بس ستيل ذير از ديسكونكت هاو البزنس بي اندرستاند اند ميجر السايبر سكيورتي ريسك. الديجيتال ترانسفورميشن اللي حصل في الفتره الاخيره وضح لنا واظهر لنا الثريتس الخاصه بالملكيه الفكريه والتكنولوجي. فده خلى السايبر سكيورتي ليدرز لازم يشفتوا الفوكس بتاعهم من السايبر سكيورتي ريسك للسكيورتي اللي ريليتد بالبزنس والتكنولوجي، عشان يحصل لهم ايفولفنج من تكنولوجي اكسبرتس لبزنس الاين سكيورتي ليدرز. الكوفيد 19 ضرب لنا مثال قوي بالديسكونكشن اللي حاصل ما بين السايبر سكيورتي والبزنس. معظم الشركات خلال الفتره بتاعه الكوفيد 19 حصل لها اتليست 1 سكيورتي اتاك ذات امباكتد البيزنس. برغم ان شركات كتيره حصل عملت ريسبونس استراتيجي للكوفيد 19، الا البيزنس والسكيورتي ما كانوش فولي الايند الاثنين مع بعض. هندخل بعد كده على الكرنت ستيت. اول حاجه في الكرنت ستيت ان السايبر سكيورتي اتاكس او سايبر سكيورتي ثريتس بتتكاثر في انفايرمنت او في مناخ من عدم الاستقرار. احنا ما بنقدرش نتوقع المستقبل، وخلال الفتره بعد الفتره بتاعت كوفيد 19 ما بنقدرش نتوقع المستقبل اكتر من اي فتره ممكنه. كل حاجه حوالينا بتتغير، حتى الناتشر اوف بزنس بتتغير. زي ما شفنا في الكوفيد 19، بعد ما كان الموظفين بينزلوا الشركه ويوصلوا اللابتوب بتاعهم ويقدروا يشتغلوا من النتورك بتاعت الشركه، دلوقتي الناس معظم الناس شغاله ريموتلي، شغاله فروم هوم. الحاجة الوحيدة اللي احنا واثقين منها ان السايبر سكيورتي ثريتس بتتزايد وبتعمل امباكت كبير جدا او امباكت مش كويس على البيزنس. زي ما قلنا، معظم الشركات حصل لها سايبر سكيورتي اتاك في الفترة بتاعت كوفيد 19 بامباكت البيزنس، وكان من نتائجه لوس اوف داتا، الكونفدينشال داتا، لوس اوف كاستمر داتا، لوس اوف امبلويز داتا، انتربشن للديلي اوبريشن. شركات كثيره دفعت رانسوم وير بيمنت، شركات حصل لها فاينانشال لوس، شركات حصل لها لوس للحقوق الملكيه الفكريه. زي ما قلنا، السايبر سكيورتي اتاكس تزايدت خلال فتره السنتين اللي فاتوا، ومتوقع ان هي تتزايد اكتر خلال فتره السنتين اللي جايين. مش بس الشركات بتزايد عليها عدد السايبر سكيورتي اتاكس، لا، التايبس اوف سايبر سكيورتي اتاكس برضه بتزيد على الشركات. افريج عدد 5 سايبر سكيورتي اتاكس بتحصل على كل شركه. بالنسبه لاخر 12 شهر كان ذا موست كومن سايبر سكيورتي اتاكس اللي حصلت هي الفرود
المالوير والمالوير والفيشنج والداتا بريتش والرانسوم وير والسوفت وير فولنربيليتي. كانت الداتا كومبرومايز او اللوس اوف داتا كانت ذا توب اوف سايبر سكيورتي اتاك ذات امباكتد البيزنس. 1% بس من السايبر سكيورتي اتاكس هي اللي ما بيبقى لهاش اي امباكت على البيزنس. كل السايبر سكيورتي اتاكس بيبقى ليها امباكت على البيزنس، بس اللوس اوف داتا او الداتا كومبرومايزيشن هي اللي بيبقى ليها ذا موست كريتيكال امباكت على البيزنس. زي ما قلنا انواعها زي الداتا لوس للكونفيدنشال داتا، للامبلويز داتا، للكاستمر داتا، الايدنتيتي ثيفت، الفاينانشال لوس. بعد كده هندخل على التشالنجز اللي بتقابل السايبر سكيورتي ليدرز او التشيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر. حد هنا ممكن يقول لنا ايه التشالنجز اللي بتقابله في الشغل؟ كسكيورتي ليدر، ك Chief Information Security Officer، حد بيقابله أي مشكلة؟ جميل جدا. طب عاصم، طيب محمود، ممكن مايك بعد. تمام، معلش هكذا. مساء الخير. مساء النور. انا شايف ان اكبر التشالنج ممكن يقابلنا احنا كسكيورتي هي الاورجنايزيشن بتاعت السكيورتي جوه المكان. تمام. ليه بقى؟ لان دلوقتي الرول بتاعت السكيورتي سواء على ليفل البانكينج او الفنتك بقت بتتغير، مش هنقول من سنه لسنه، من كوارتر لكوارتر. كل يوم بيظهر عندنا رول جديده، فانكشن جديده، تريد جديد، فبنبقى مش عارفين الكانديديت والكاليبرز اللي عندنا في السكيورتي. الناس اللي شغاله في السوق ما بقاش السوق العادي بتاع زمان، لا ده بقى معاه مثلا الحاجات اللي هي بتاعت التريد هانتنج. نفس الكلام البنتست ما بقاش تراديشنال، بقى ليفل اقوى واكبر، بيمثل مثلا الابلكيشن سيكيورتي بكل الليفلز بتاعتها. زمان كنا بنتكلم في ليفل الكومبلاينس شويه ريسك، لا دلوقتي بقى في حاجه كبيره قوي اسمها جي ار سي، هي الدرايف للباك اند. فانا شايفه ان كل يوم في تغيرات كبيره سريعه، فيري دايناميك، خاصه في الفنتك. تمام، متشكر جدا لحضرتك. طيب ما تيجوا نشوف بقى. طيب اول حاجه ان البيزنس ليدرز بيبقوا محتاجين ان هم يبقوا عندهم فول فيو على الكرنت ستيتس بتاعه السايبر سكيورتي في الاورجنايزيشن. عشان كده بنشوف السايبر سكيورتي ليدرز موجودين في الميتنجز بتاعه البورد ميتنجز، ومعاهم البورد ممبرز والبيزنس ليدرز، وبيبقى مطلوب منهم ان هم يقولوا لهم ايه الستيتس بتاعه السكيورتي دلوقتي في الاورجنايزيشن. بس للاسف مش ناس كتير بتعرف تجاوب على السؤال ده، وفي ناس اكتر مش بتعرف توصل المعلومه. 4 من كل 10 سايبر سكيورتي ليدرز هم اللي بيقدروا يجاوبوا على السؤال هاو سكيور اور ات ريسك ار وي بطريقه كونفيدنت. وده خلى البيزنس ليدرز ما عندهمش الكونفيدنس في السايبر سكيورتي تيمز اللي عندهم ان هم يقدروا يكوانتيفايو الليفل اوف ريسك للاورجنايزيشن بتاعتهم. في المناخ اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو عدم الاستقرار واللي حصل بسبب الكوفيد 19 ده، وده خلى الديجيتال بزنس محتاج نيو ابروتش هاو تو مانج اند اندرستاند السايبر سكيورتي ريسك. الديجيتال بزنس محتاج اندرستاند ومانج السايبر سكيورتي ريسك از استراتيجيك بزنس ريسك. ثاني حاجه زي ما قلنا there is a disconnect ما بين there is a disconnect how the business understand and manage cyber security risk. The cyber security strategies اللي مبنية على السايلود والرياكتيف والتكتيكال اللي احنا كلنا بنشوفها واللي احنا كلنا بنعملها بتخلي السايبر سكيورتي ليدرز ما عندوش فول فيزابيلتي على السايبر سكيورتي هيلث في الاورجنايزيشن، وبتخليه مش قادر ان هو يبقى عارف انهي من السايبر سكيورتي ريسك اللي بتمثل اكتر ريسك على الاورجنايزيشن بتاعته. المشكله في المشكله دي جايه منين؟ جايه ان مفيش الاينمنت ما بين السايبر سكيورتي انيشيتيفز والبيزنس
objective. السكيورتي ليدرز عندهم تشالنج كبيره وير تو فوكس، يعني هم محتاجين يعرفوا هيركزوا منين، مش بس في ناحيه البرنابيلتيز والفايندنجز والريميديشن، محتاجين يعرفوا وير تو فوكس في السايبر سكيورتي استراتيجي عامه. لما ما بيحصلش الاينمنت ما بين السايبر سكيورتي انيشيتيفز والبزنس اوبجكتيف، المانج سوري المسج بتاعت الريسك بتضيع في الترانسليشن ما بين التكنيكال والبزنس. تاني حاجه التشالنج اللي بعد كده ان السايبر سكيورتي استراتيجي والبزنس استراتيجي دي ار نوت ذا سيم بيج، الاثنين مش في نفس مش ثينكت مع بعض. يعني عدد كبير من السايبر سكيورتي ليدرز ما بيعرفش يكومنيكيت السايبر سكيورتي ريسك، ولا بيعرف ايه الريسك اللي بيمثل اكبر ايه التريتس اللي بتمثل اكبر ريسك على الاورجانيزيشن. ده بسبب ايه؟ ده بسبب زي ما قلنا ان السايبر سكيورتي انيشيتيفز مش الايند مع البيزنس اوبجكتيف. ده بسبب ان السايبر سكيورتي ليدرز مش بيكونسلتوا بزنس ليدرز وهم بيعملوا سايبر سكيورتي استراتيجي، وفي نفس الطريقه برضه البزنس ليدرز مش بيكونسلتوا سايبر سكيورتي ليدرز وهم بيعملوا البزنس استراتيجي. كمان السايبر سكيورتي ليدرز مش بيكونسيدر البزنس اوبجكتيف وهم بيعملوا سايبر سكيورتي استراتيجي، والسايبر سكيورتي ليدرز مش بيحاولوا يمابل سايبر سكيورتي تريتس لبزنس ريسك. التشالنج اللي بعد كده ان السايبر سكيورتي ليدرز محتاجين ان هم يتكلموا لغه البيزنس ريسك. بالنسبه للبيزنس ليدرز هم الحاجه الوحيده اللي بتسبب لهم ريسك وان هم بيخافوا عليها هي الفلوس. اي تكنيكال ريكويرمنتس اي تكنيكال نيدز دي بالنسبه لهم مش مهمه، الحاجه الوحيده اللي بالنسبه لهم ريسك حقيقي وان هم بيكيروا اباوت ات هي الفلوس. فالبيزنس ليدر عندهم الكابابيلتي بس ما عندهمش النو هاو، هم مش فاهمين ان ده ريسك، مش فاهمين ان ده سايبر ريسك، مش قادرين يفهموا ان الريسك ده ريليتد بيهم. لازم عشان يحصل كده لازم السايبر سكيورتي ليدر يكومينيكيت الريسك ده ليهم باللغه بتاعت البيزنس ريسك عشان يعرفوا ان الريسك ده ريليتد بيهم. بس لو انت سايبر سكيورتي ليدر وبتكومينيكيت الريسك البيزنس ليدرز او التوب مانجمنت، لازم ان انت ما تخوفهمش من الريسك ده، لان لو ده حصل فعلا هو هيقول لك انت اللي بتقول الريسك وانت اللي سبب في الريسك ده ومش هتطلع منه باي سبورت. برضو السايبر سكيورتي ليدرز لو عندهم ميتنج مثلا مع السي ليفل عشان يعرفوا هم بيعملوا ايه في السايبر سكيورتي بروجرام بتاعهم، فهم محتاجين يبابوا الحاجات اللي بتحصل في السايبر سكيورتي بروجرام ل بزنس اوبجكتيف عشان يسهلوا الميتنج ده ويقدروا يوصلوا الحاجات اللي هم بيعملوها للسي ليفل والتوب مانجمنت. لو حضرتك كسايبر سكيورتي ليدر خدت حاجه بتمثل ريسك هايلي بزنس ريسك على الاورجانيزيشن وعملتها في الانيشيتيفز اللي انت بتشتغل بيها في السايبر سكيورتي بروجرام، ده هيسهل الباي ان من السي ليفل او التوب مانجمنت. تشنج بعد كده ان السايبر سكيورتي ليدرز ما عندهمش الفول فيو للاتاك سيرفيس عن الانتاير اتاك سيرفيس في الاورجنايزيشن، وما يعرفوش الكريتيكال اسيتس اللي موجوده في الاورجنايزيشن. عشان السايبر سكيورتي ليدر يبقى افكتيف بارتنر للبزنس ليدرز فهو محتاج يبقى عنده فول فيو للانتاير اتاك سيرفيس ويز كونتكست اوف بزنس ريسك، يبقى عارف الانتاير اتاك سيرفيس في الاورجنايزيشن وبيأثر على ايه بالنسبه للبزنس. وطالما السايبر سكيورتي ليدرز هم المسؤولين ان هم يمانجوا الريسك في الاورجنايزيشن، للاسف الليميتد فيزابيلتي للكريتيكال اسيتس ان هم ما بيبقوش عارفين ايه الكريتيكال اسيتس والكومبلكسيتي بتاعت الايكو سيستم دي بتعرقل المجهودات بتاعتهم في المانجنج الريسك. وكمان الليميتد فيزابيلتي للاسيتس اللي احنا بقينا بنشوفها اللي هي بره البريمتر بتاعت الشركه زي الناس اللي شغاله ريموتلي في البيت، زي الاو تي ديفايسز، زي الثيرد بارتي، زي الكونتراكتورز، برضو بتخلي السايبر سكيورتي تيم مش قادرين يفهموا الريسك اللي موجود في الاورجنايزيشن بطريقه كومبريهنسيف. طيب الريسك اللي بعد كده ان السايبر سكيورتي ليدرز ما عندهمش التول اللي هم يقدروا يفهموا بيها يقدروا يديتكتوا ويبريدكتوا السايبر سكيورتي ثريتس. السايبر سكيورتي ليدرز لازم يميك شور ان الاورجنايزيشن بتاعتهم بريبيرد ان هي تتاكل الاون جوينج ثريتس. بس للاسف السايبر سكيورتي ليدرز مش كونفيدنت ان هم التولز اللي معاهم سواء داتا سواء بروسيس سواء تكنولوجي ان هي قادره تديتكت وتبريدكت السايبر سكيورتي ريسكس او سايبر سكيورتي ثريتس اللي بتحصل.
جزء من المشكله دي ممكن يكون عشان معظم الناس ما بتعملش اوتوميشن للفولنربيلتي مانجمنت بروسيس عندها. تشنج بعد كده ان معظم الشركات بتعمل سايبر سكيورتي ماتريكس، بس مش السايبر سكيورتي ماتريكس دي دونت سبيك بزنس ريسك. عدد قليل جدا من السايبر سكيورتي ليدرز هو اللي بيقعد مع البيزنس ليدرز يريفيو السكيورتي بيرفورمانس ماتريكس كل شويه، وعدد قليل جدا من السايبر سكيورتي ليدرز هو اللي بيالاين مع البيزنس ليدرز الكوست البرفورمانس الريسك ريدكشن. التشالنج بعد كده ان السايبر سكيورتي ليدرز مش دايما بيعملوا بنش ماركينج للسايبر سكيورتي بروجرام بتاعهم، سواء اكسترنال اجينست اكسترنال داتا او انترنال اجينست البيدز اللي معاهم في بقيه الادارات. البنش ماركينج اجينست الاندستري فريم ورك ده حاجه كويسه وحاجه مهمه جدا، بس هو للاسف هايلي كواليتيتيف وهو ليميتد للداتا اللي موجوده في الداتا بيز، مع ان حوالي نص السايبر سكيورتي ليدرز بيعتمدوا على الاندستري فريم ورك في البنش ماركينج، وبيقولوا ان هو بالنسبه لهم افكتيف ان هم يكومينيكيتوا البيزنس ريسك. طيب اخر تشالنج بالنسبه لنا النهارده ان السايبر سكيورتي محتاج السايبر سكيورتي استراتيجي محتاجه تبقى ماتيور زي البيزنس استراتيجي. السايبر سكيورتي ما بقتش تنفع تبقى رياكتيف اني مور، ما بقتش تنفع تبقى اكشن بيزد على اتاك بيحصل ان احنا نبتدي نشتغل لما الاتاك يجي. الديجيتال بزنس محتاج ان هو نيو ابروتش زي ما قلنا ان هو يمانج السايبر سكيورتي از استراتيجيك بزنس ريسك. النيو ابروتش ده بيعمل ايه؟ لازم بيتاكل الكرنت سايبر سكيورتي ثريتس في الاورجنايزيشن ويقدر يبريدكت السايبر سكيورتي اللي هي ممكن تحصل بعد كده. الانسايتس دي مش بس بتديتكت دي بتساعد الاورجنايزيشن ان هي تقدر تاخد ريسك بيزد ديسيجن وتالاينه مع الاستراتيجيك ريسك. هندخل بعد كده على الاوبورتيونيتي. طيب زي ما قلنا وبنكرر تاني ان البيزنس الاين سكيورتي ليدرز بيمانجوا السايبر سكيورتي از استراتيجيك بزنس ريسك. فايه اللي بيفرق البيزنس الاين سكيورتي ليدرز عن السكيورتي ليدرز العاديين؟ حد عنده اجابه؟ طيب البيزنس الاين سكيورتي ليدر اول حاجه ان هم بيالاينوا السايبر سكيورتي انيشيتيفز مع البيزنس اوبجكتيف. الكولابريشن ما بين السايبر سكيورتي ليدرز والبيزنس ليدرز مش بس عشان يعملوا استراتيجي ومتريكس، لا عشان يست وينفورم ويميك ا ديسيجن بيزد اون ريسك عشان يالاينها مع البيزنس ديسيجنز. وده ادى الى ظهور التايتل زي اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو البيزنس انفورميشن سكيورتي اوفيسر. البيزنس انفورميشن سكيورتي اوفيسر ده بيعمل ايه؟ ده بيقعد مع كل هيد او كل ليدر اوف لاين اوف بزنس عشان يتاكد معاه ان هو بيمينايز الريسك بيماكسمايز البروتكشن بينكريز الفاليو للبيزنس انفورميشن اسيتس. الجزء اللي بعد الاوبورتيونتي الثانيه ان هي زي ما احنا عارفين اتس ديفيكلت ان احنا نبقى عارفين ان الانفايرمنت بتاعتنا سكيورد او بروتكتد من غير ما نبقى عندنا فول فيو على الانتاير اتاك سيرفيس او عارفين الكريتيكال او عارفين الكريتيكال اسيتس اللي موجوده عندنا في الانفايرمنت. البيزنس الاين سكيورتي ليدر مش بس عندهم فول فيزابيلتي او فول بيكتشر للانتاير اتاك سيرفيس في الاورجنايزيشن، لا هم عارفين السايبر سكيورتي ستيتس لكل كريتيكال اسيت في الاورجنايزيشن. النولج دي بيستخدموها برضو في ان هم يبريورتايز الريميديشن بتاعتهم، بيعملوا كومباينيشن ما بين الفولنربيلتي كريتيكالتي والاسيت كريتيكالتي عشان يعملوا بريورتايز الريميديشن بالنسبه لهم. الاوبورتيونتي اللي بعد كده لو احنا جينا نكومينيكيت اي سايبر سكيورتي ريسك للبزنس ليدر من غير ما نبقى كونفيدنت بالنسبه للتولز اللي معانا او الريسورسز اللي معانا، ده هيبقى ان احنا كده بنضيع وقت وبنضيع مجهود. فمعظم السايبر سكيورتي ليدرز العاديين مش كونفيدنت زي ما قلنا ان هم عندهم الداتا والبروسيس والتكنولوجي اللي تقدر تخليهم يديتكتوا وي الاين ويديتكتوا وبريتكتوا السايبر سكيورتي ثريتس. لكن البيزنس الاين سكيورتي ليدر
they are highly confident ان هم عندهم التولز والريسورسز اللي بتمكنهم ان هم يديتكتوا ويبريتكتوا السايبر سكيورتي ثريتس والامباكت بتاعتها على الاورجنايزيشن واللايكلي هود. طيب زي ما احنا عارفين السايبر سكيورتي اتاكس بتتطور كل شويه وبتحاول تلاقي طريقه ان هي تاتاك الاورجنايزيشن وتحاول تعمل دامج للاورجنايزيشن. السايبر سكيورتي ليدرز ما عندهمش ما يقدروش يأفوردوا ان هم يقعدوا يستنوا لما الاتاك يحصل وبعد كده يأكتوا ان الاتاك ده، لازم يتحولوا من الرياكتيف ابروتش للبرو اكتيف ابروتش. فعشان كده البيزنس الاين سكيورتي ليدرز بيعملوا ايه؟ بيأوتوميتوا السايكل بتاعت الفرنابيلتي مانجمنت بروسيس. طيب السايبر سكيورتي البيزنس الاين سايبر سكيورتي ليدرز بينشروا ان السايبر سكيورتي ماتريكس الايند مع البيزنس نيد. بالنسبه زي ما احنا متعودين ان السايبر سكيورتي ريسك مانجمنت كان مبني على تكتيكال ايفورتس وتكنيكال ريسك تكنيكال سكيورتي ماتريكس، بس عشان نوضح الصوره الخاصه بالسايبر سكيورتي ريسك وعشان ان احنا ناخد بيتر ديسيجن، السايبر سكيورتي ليدرز محتاجين ان هم ستاندرايزد سايبر سكيورتي ريسك ماتريكس ذات سبيك بزنس ريسك. محتاج ان انت تترجم السايبر سكيورتي ماتريكس اللي عندك لماتريكس بتتكلم بزنس ريسك. البيزنس الاين سكيورتي ليدر زي ما قلنا بيالاينوا الكوست والبرفورمانس والريسك ريدكشن مع البيزنس ليدرز، والسايبر سكيورتي ليدرز بيعملوا بيريفيو السايبر سكيورتي ماتريكس مع البيزنس ليدرز. زي ما احنا عارفين ان احنا صعب جدا اذا ما كانش مستحيل ان احنا نقدر نشوف ايه الامبروفمنت اللي بتحصل في السايبر سكيورتي بروجرام بتاعنا او السايبر سكيورتي ديبارتمنت من غير ما احنا نعمل بنش ماركينج اجينست اكسترنال داتا او انترنال بيرز. فالبيزنس الاين سايبر سكيورتي ليدرز بيقدروا يعملوا بنش ماركينج اجينست الاكسترنال بيرز وسوري الاكسترنال داتا والانترنال بيرز، ودي في كونتينيوود بروسيس. في المناخ اللي هو السائد دلوقتي اللي هو مناخ لعدم الاستقرار والانسرتينتي في الايكونومي، فانت لازم كسايبر سكيورتي ليدر لازم ان انت تقدر تشو الفاليو بتاعت او ريتيرن اوف انفستمنت للسايبر سكيورتي انيشيتيفز اللي انت بتعملها. الاستراتيجيز والبراكتس اللي هي مبنيه على البيزنس ريسك بتدي للسايبر سكيورتي ليدرز تخليه كونفيدنت ان هو قادر يشو الفاليو ده. فالبيزنس الاين سايبر سكيورتي ليدر هم كونفيدنت جدا ان هم قادرين ان هم يشوا الفاليو من او ريتيرن اوف انفستمنت للسايبر سكيورتي بروجرام بتاعهم، وان هم بيتراكوا السايبر سكيورتي انيشيتيفز والبرفورمانس عن طريق اللي هي ريتيرن اوف انفستمنت اند بزنس امباكت للاورجنايزيشن او برفورمانس امباكت للاورجنايزيشن. اخر حاجه هندخل على الريكومنديشنز. طيب زي ما اتكلمنا ان المودرن سايبر سكيورتي ثريتس محتاجه ابروتش جديد. سايبر سكيورتي ليدرز لازم يالاينوا السايبر سكيورتي انيشيتيفز مع البيزنس اوبجكتيف عشان يتحولوا من الابروتش اللي هو كان رياكتيف ابروتش اللي بيتكون من ديتكت بروتكت ديفند لابروتش جديد. الابروتش الجديد ده بيامباور السايبر سكيورتي والبيزنس ان هم يبقى عندهم فول فيو على السايبر سكيورتي ريسك ويقدروا يالاينوا السايبر سكيورتي ثريتس مع البيزنس ديسيجن. زي ما قلنا المانج سايبر سكيورتي از بزنس ريسك محتاج ان السايبر سكيورتي ليدرز محتاج ان هم يعملوا ايه بقى؟ حد عارف؟ محدش عارف. اول حاجه انت محتاج ان انت تكومنيكيت كليرلي وذ كونفيدنس. انت محتاج ان انت تكومنيكيت السايبر سكيورتي ستيتس بتاعتك في الاورجنايزيشن بوضوح وتبقى واثق في الكلام اللي انت بتقوله، لان معظم زي ما قلنا معظم البيزنس ليدر مش كونفيدنس في البيزنس في السايبر سكيورتي تيم بتاعه ان هو قادر يكوانتيفاي الريسك. البيزنس الاين سايبر سكيورتي ليدر قادرين ان هم 8 تايمز مور او 8 مرات اكتر ان هم يجاوبوا على السؤال هاو سكيور اور ات ريسك ار وي بطريقه كونفيدنس.
تاني حاجه ان انت محتاج ان انت تالاين السايبر سكيورتي انيشيتيفز مع البيزنس اوبجكتيف. زي ما قلنا انت محتاج يبقى عندك في الاورجانيزيشن تايتل اللي هو زي البيزنس انفورميشن سكيورتي اوفيسر او ايكويفالنت لي، مش بس عشان يبتدي يشتغل مع كل الليدرز في كل لاين اوف بزنس عشان يديفلوب ماتريكس واستراتيجيز وجول عشان تتاكد ان الاسيت البيزنس اسيت البروتكشن بتاعتها عالي جدا. الاورجانيزيشنز اللي بتقدر تالاين السايبر سكيورتي مع السايبر سكيورتي انيشيتيفز مع البيزنس اوبجكتيف 2.3 مور تايمز عندها سايبر بزنس انفورميشن سكيورتي اوفيسر. تمام، انتوا كسايبر سكيورتي ليدر انت محتاج ان انت تعمل بنش مارك اكسترنال اجينست الداتا الاكسترنال وانترنال اجينست البيز. انت محتاج ان انت توضح ايه الاكسبكتيشنز من السايبر سكيورتي، ومحتاج ان انت توضح ايه الفاليو ورا الانيشيتيفز بتاعه السايبر سكيورتي. الليميتيشن ان انت ما بتعملش بنش ماركينج اجينست سواء اكسترنال او انترنال، ده ما بيوضحش ايه الفاليو ورا السايبر سكيورتي ولا ايه الريتيرن اوف انفستمنت ورا السايبر سكيورتي. النقطه اللي بعد كده ان انت محتاج ان انت تبريتورايز الفولنربيلتي اسسمنت بروسيس وتوتوميت الفولنربيلتي اسسمنت بروسيس. انت محتاج ان انت تعمل اوتوميشن للفولنربيلتي اسسمنت بروسيس وتمبلمنت معاها المونيتورنج والثريت انتليجنس فيدز وتشتغلها كانها بزنس ريسك بيز، وان انت ترنها كل فتره. بالنسبه للبزنس الاين سكيورتي ليدرز 3.3 تايمز بيستخدموا الكومبينيشن ما بين الاسيت كريتيكاليتي والفولنربيلتي كريتيكاليتي عشان يقدروا يعملوا بريتورايزيشن ريميديشن بروسيس. البوينت بعد كده ان انت محتاج ان انت يبقى عندك كومبريهنسيف اسسمنت للاورجانيزيشن موست كريتيكال اسيت. البيزنس امباكت ميديكيشن استراتيجي القويه محتاجه ان انت يبقى عندك فول فيو للاورجانيزيشن اسيت، سواء الناس شغاله ريموت من البيت، سواء شغاله على الكلاود، سواء اوتي ديفايسز، وتعرف انهي منهم لو حصل سايبر سكيورتي اتاك ايه اكتر منهم، ايه اكتر اسيت فيهم هيبقى ليه اكبر امباكت على البيزنس. البيزنس الاين سكيورتي ليدر 3.3 تايمز عندهم الفول فيو لل او هولستيك اندرستاندنج للانتاير اتاك سيرفيس للاورجانيزيشن. البوينت اللي بعد كده ان انت محتاج ان انت عايز يبقى عندك ماتريكس ان انت تقدر تدمنستريت الفاليو اوف سايبر سكيورتي انيشيتيفز في الاورجانيزيشن. زي ما قلنا اورجانيزيشن قليله جدا هي اللي بيبقى عندها سايبر سكيورتي ماتريكس ذات سبيكس بزنس ريسك. السبب في المشكله دي ان مفيش بارتنرشيب ما بين السايبر سكيورتي والبزنس ليدرز عشان يتاكدوا ان السايبر سكيورتي ماتريكس الايند مع البزنس اوبجكتيف. فانت لازم يبقى عندك الكونفيدنس ان انت تدمنستريت الفاليو اوف بزنس انفستمنت للاورجنايزيشن سواء عن طريق ريتيرن اوف انفستمنت ماتريكس او ان انت تشو البوزيتيف بزنس امباكت او بيرفورمانس امباكت على الاورجنايزيشن. البيزنس اونلاين سكيورتي ليدرز ب 6 تايم ان هم بيقعدوا مع ال 6 تايم مور ان هم بيقعدوا مع البيزنس ليدرز ان هم يريفيو سايبر سكيورتي بيرفورمانس ماتريكس مع البيزنس ليدرز، و 10 تايمز ان هم بيالاينوا بيالاينوا الكوست بيرفورمانس ريسك ريدكشن مع البيزنس ليدرز. طيب دي اخر حاجه في البرزنتيشن النهارده عايز اقول فيها ان ذا فيوتشر از بلونج تو بزنس الاين سكيورتي ليدرز. لما بيحصل الاينمنت مع بين السايبر سكيورتي ليدرز والبزنس ليدر دي كان ديليفر اند ديليفر سيجنيفيكانت اند ديمونستريتبل ريزلتس. شكرا، انا كده خلصت. لو حد عنده سؤال اتفضل.